السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الحلقة، وهي قصة لإحدى الأخوات أو عائلة تضرروا من أذى السحر ومن أذى الحسد في البيت. فالأخت جزاها الله خير تتواصل وترسل المستجدات في العلاج، وكان ضمن ما أرسلته أنهم بتشغيل سورة البقرة عبر التسجيل، الرقية عبر أو الرقية المسجلة وتأثيرها، وهناك من أنكر النفع بها لأنه لم يطلع على يعني ما يحدث لكثير من الناس، ولا نقول واحد أو اثنين أو عشرة ولا مئة، بل آلاف من الناس الذين استمعوا للرقية المسجلة أو شغلوها في المنزل وكان لها تأثير كبير. طبعا هذه المسألة مسألة مستجدة، لأنه في السابق لم يكن هناك مسجلات ولم تكن هناك أصوات تخرج من أجهزة كما يعني هي في عصرنا هذا الحديث. والدليل خير برهان، هذه قصة من القصص التي سنذكر بعدها قصص بإذن الله تعالى، بعضها قد يكون مدعم بوثائق وبعضها يعني هي فتاوى لأهل العلم. هناك فتاوى كثيرة لأهل العلم على قسمين، بعضهم قال ما تنفع هذه الرقى ولا تسمى رقية إذا كانت عبر المسجل، لأن الرقية لابد أن يباشرها راقي أو من يقرأ وتحتاج إلى النية. وبعضهم قال لا بأس، في كل خير ولا تحتاج إلى النية. وأقرب المثال في هذا، أن بعض المصلين تجده دخل يصلي في الصلاة وقد يكون به سحر، والإمام يقرأ ما قرأ بنية رقية ولم يضع نيته أن يرقي ذلك المصلي الذي لا يعرف هو أين مكانه بين مئات المصلين أو بين آلاف المصلين كما يحدث حتى في الحرم، فتجد بعضهم يسرع وبعضهم قد يتقيأ السحر. إذن هذا كان له تأثير وما كان له تأثير، مع أن النية لم تكن مقصودة لذلك الشخص، واضح. وأيضا لم يكن هناك يعني نية للرقية وكان هناك تأثير على هذه الحالة. الأخت تقول شغلت سورة البقرة ثم بدأ هذا النمل يخرج في المطبخ، قال شغلتها في المطبخ لأنهم عندهم أذية في البيت وخاصة في المطبخ، تقول فبدأ النمل يخرج بهذه الطريقة كما ترونه في الصورة أو كما ترونه في المقطع أمامكم. طبعا هذا ما استطاعت أن تصوره، وإلا قالت يا شيخ يعني أعداد كبيرة ومهولة لم نرها من قبل، وما تخرج إلا حينما نشغل سورة البقرة، إلا حينما نشغل سورة البقرة تخرج مع القرآن. إذن هناك تأثير في هذا الأمر كما ترون في هذا المقطع. ولهذا أيها الأحبة، لا ينكر أحد على أحد، إنما يأتي عالم ومجتهد من علماء أهل السنة يقول نعم والآخر يقول لا، نقول هنا لا تحجر أو تنكر على إخوانك، خاصة أننا كلنا في النهاية مقلدون، نحن في النهاية نحن مقلدون، وخاصة إذا لم يكن هناك نص شرعي واضح في هذه المسألة، وليس هناك نص شرعي واضح في مثل هذه الرقى المسجلة. وهناك فتاوى من العلماء سنذكرها بإذن الله تعالى في حلقات، وعلى رأسهم سماحة العلامة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز مفتي هذه الديار رحمه الله تعالى، كان يفتي ويقول مثلا يرجى نفع ما يكون مثلا من تشغيل سورة البقرة عبر المذياء أو عبر التسجيل أو غير ذلك، وغيره من العلماء. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.